جايز، النهاردة قررت أشوف مكان الخزنة. أولا صباح الخير، صحيت من النوم والخزنة احنا عارفين في البيت ده هنا جنب السرير، فهننزل بقى ونشيل البيت وهنعمل بيت جديد وهنشوف فين الخزنة، هنكشفها مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. يلا نبدأ. مثلا نروح البيت 18، هشيل البيت اللي هناك وارجع لكم. اوكي، ودلوقتي بقى نشيل البيت، خلينا نعمل بيت هنا واحد تاني. هنعمل البيت الجديد عشان عايزين نكتشف مع بعض الخزنة مكانها فين. اوكي ماشي، يلا بينا ندخل. ايه رأيكم نغير اللون؟ يلا بينا. بس اول حاجة خلي ابيض او هخلي بينك فاتح، ده المفضل عندي. ماشي، يلا بينا نكتشف مكان الخزنة فين، ان احنا بصراحة دورنا عليها ما لقيناهاش، كنا لازم نكتشف مكانها. ماشي، خلينا اول حاجة نجيب ايه، قنبلة عشان نفضل نفكر واسمعنا صوت تفكير نعرف مكان الخزنة. هنجيب ده كمان، ممكن لعل وعسى نعرف مكانها. اوكي، خلينا نبدأ أول حاجة في المسبح تحت، لأنه بصراحة مكان المسبح غريب شوية. هننزل تحت هنا بسرعة بسرعة. أيوة بسرعة، حطيت الخزنة. قنبلة، سمعتوا حاجة؟ يبقى مش في المسبح. طيب ممكن يكون مبنى أشكال هنا، حط كده نسمع، برضو مفيش حاجة. طيب فين ممكن يا ربي؟ خلينا نجرب نحطها هنا. برضو مفيش حاجة. اوكي، في هنا ما بين العشب الكتير ده، هنحط واحدة ونشوف اذا في صوت ولا لا. اوكي نحط واحدة هنا. اوكي سمعت صوت، كان صوت زي فلوس كده. خلينا نشوف هنا اذا في، شوف تحت فيش هنا اي خزنة. طيب نجرب ندخل هنا. اوكي جايز، مفيش خزنة. طب خلينا نشوف كويس، خلينا ندخل دي جوا شوية، كيف انه نقدر. ايه اللون ده؟ لون الليمون، كيف حسون زي الليمون. اوكي هندخل السرير ده جوا كده، يمكن نقدر نشوف اذا الخزنة موجودة هنا او ايه ده. نشوف كده، اوه شلناها بالغلط. يلا نجرب كده نشوف. مش هقدر اعرف كده. اوكي انا دلوقتي بعد ما ملقتش كده نشوف. طب من هنا يمكن نلاقي كده تحت المية. اوه المية فاتح شكل جميل جدا، تحفة الشكل صح؟ واو شكل يجنن. خلينا نشوف هنا. كنت تكون الخزنة هنا؟ لا برضو الخزنة مش هنا، اكيد الخزنة في مكان هنا. طب هنا خلينا نفكر كده، يمكن نلاقي الخزنة كده ولا كده. برضو ما فيش. الكمبيوتر، نعمل شغلنا بقى، نشوف بكرة هنزل لكم فيديو ايه. اوكي احنا دلوقتي مهمتنا ان احنا ندور على الخزنة، مش ننزل فيديوهات دلوقتي. مش هنا الخزنة، اذا فين؟ اوكي خلينا نجرب هنا نسمع، يمكن نلاقي هنا حاجة. اوه مش ده. اوكي
ماشي اوكي، هدور على الخزنة شوية وهرجع لكم تاني. بعد بحث طويل شوفوا اللي لقى، وانا لسه بدور. شوفوا لقيت الخزنة فين. جيت هنا قلت ادور، حطيت السرير مكانه هنا. اذا نمت شوفوا الخزنة. او ماي جاد، حاطين الخزنة هنا ليه؟ بس للأسف ما اقدرش ادخل جوه، بس اقدر اني اشوف الخزنة. بس اكيد للخزنة مكان اقدر ادخله من هنا او من البسين. فبس المكان المستغربة، الحاجة المستغربة منها، او ماي جاد حاطين فين مكان الخزنة؟ مخبينها. ده السؤال، هم ليه مخبينها اصلا؟ ثواني خلينا مثلا نحاول نروح تحت، ممكن نقدر. اوكي جايز، نفكر انه كان بحيث نشوف. مفيش وحده انه نقدر ندخل جوه. بس الحاجه الوحيده اللي عرفناها انه هناك الخزنه، واكتشفنا مكانها في البيت الجديد. ويس، اكتشفنا مكان الخزنة في البيت الجديد. وبس الحمد لله لقينا الخزنة. ومتنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، اكتبوا لي تحت في الكومنتات فيديوهات افكار فيديوهات تانية عايزين نعملها في روبلوكس. و باي.